ويحلو اللقاء مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، عسلامة بثينة. مرحبا، أهلا وسهلا أسماء، مرحبا مشاهدينا. حلقة جديدة من هنا، مواضيع وضيوف مميزين. موضوعنا الأول هو عن الصيحات والصرعات في تصنيف الشعر المرأة، لكن قبل أن نبدأ لنلقي نظرة سريعة على مضمون حلقتنا. كل ما يكون عندي مشكلة معينة أول اتجاه عندي هو الكوافر. بقول له ما تغير لي شعري بشكل حدا يتطلع فيه يقول لي شو مغير فيك، بقول له غير بدي حدا يتطلع فيه يقول لي واو شو حلوين شعراتك. العوارض بتكون من خفيفة شوية وجع صدر وبطن ل يعني الانهيار العصبي القوي حسب أكيد الأرضية النفسية تبع كل مرأة، بس أكيد إنه في تغيرات هرمونية. قبيلة ترشح الرجل، عندنا إحنا بعض الدوائر 90% أو أكثر من قائمة قبيلة واحدة، دوائر صغيرة، وأحيانا يكون المرشح معروف سلفا. أنا أم مسافرة عاملة زين سيدة مجتمع، أطلع العزايم، فأحب أحط كل هذول النساء في بالي وأنا قاعدة أصمم. إذن حلقة شيقة كالعادة مشاهدينا بمواضيعها السياسية والطبية والاجتماعية. بداية فقرة موضة هنا ستكون عن الصيحات والصرعات في تصفيف شعر المرأة. والشعر بالنسبة لكثير من النساء وسيلة واضحة للتعبير عن شخصيتهن، وهو رمز للأنوثة وللجمال. تصفيف الشعر مجال بحد ذاته، وقد رأينا في العقود الأخيرة تطور ملفت في التصفيفات المتميزة، بعضها كلاسيكي والبعض الآخر خارج عن المألوف، منها ما يمكن اعتباره صيحات أو صرعات، وهي التصفيفات التي نتحدث عنها الليلة. تقرير ونتابع. الفانكي هو ميل أطول من ميل أو غرة طويلة قصير من وراء، نوعا ما بيطلع شيء غير عن المألوف. هيدي بالأس سو بس تشوف السيدة أو دونزيل بتقول عاملة شيء فانكي، اللي هو ما له عيارات للرأس، يعني ما له شيء محدد، ما له قاعدة محددة. فيك تاخدي الشعر كله على فرد ميل، فيك تاخديه كله لفوق، فيك تقسميه 10 أقسام 12 قسم، اللي هن بيطلع موديل غير شوي عن المألوف بس كتير حلو. إجمالا نسبة النساء اللي بتجي بتعمل شعرهم فانكي هن بين 10 و15%، مش أكتر، لأنه هي يا بتكون تعبانة نفسية تحبها تغير بطريقة مش طبيعية بتقول شي فانكي، يا هي طبعة أو ستايلها هي فانكي من جوا بتحب تكون بنت مش عادية، بتلاقي حالها أول 10 دقايق كتير زعلانة لأنه التغيير كان مش طبيعي، بترجع بتفوت بالمود وبتصير كتير مبسوطة لأنه حست حالها بهيدا الجو أو هيدا البوينت. نرحب بالمعالجة النفسية رومي عساف، مرحبا بك، وأيضا بالممثلة اللبنانية جوزيان زير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جوزيان. اسمحي لي أبدأ معك، يعني ملفت جدا لون شعرك والصرعة اللي عملتها، على أي أساس أو كيف اخترتي اللون والقصة؟ القصة لأني بحب القصير ما بحب الطويل، كانت أقصر من هيك وهلأ عم طول، بس بقصر من هون لأنه بشعين، بقى القصة انجبرت فيها، بس اللون ما بعرف، على طول بحب الاشياء الغير، يعني انه مين قال الشعر بده يكون اسود او اشقر او احمر، انه لانه هو الالوان، بس انه مثلا نحن كلنا خلقنا ضفيرنا ما انه ملونين ولونناهم، نعم، وخدخ عملوا لانتي والعالم بتحط لانتي بتلون عيونها، صار في لانتي مكتوب بقلبهم وعالم بتحطهم، ليه ما بدي لون شعري؟ نعم. فكان هيك مهضومه الفكره، بلشنا بلون واحد طلع معنا بالغلط اللون وكملنا بعد ما وقفنا. لكن غير حبك للصرعات انت وحبك للتغيير، هل فما سبب اخر يقف وراء لجوءك واهتمامك بتغيير شكل لون شعرك بطريقه هذه؟ هلا انا بتفيدني لها شغله، يعني بشغله بتخدمني كثير، اكسسوار يعني. ايه، وانا بحب كون، يعني بحب ما اكون ماشيه، يعني انا بطبعي ما بحب اكون ماشيه مع العالم، على طول بحب اكون غير، يعني اذا هلا كلكم اتفقتوا على شيء بتقولوا ايه هيك، بس حبا في اني اقول لا بدي اقول لا، بحب كون غير وبلاقي تحليل ليه لا. يعني ممكن تعطينا رومي تحليل لنفسية جوزيان؟ لا، يمكن نحن اليوم مش لنحلل جوزيان، بس اكثر يمكن لنحكي شوي عن هالصرعات، هالحب التغيير بالمظهر الخارجي، واكثر شيء بالشعر، لانه الشعر اكيد عند المرأة رمز للأنوثة، ولا بتغير فيها، تغير بشعرها يمكن بطريقة اسهل من انه تغير بغير شيء، لانه الشعر بالنهايه فيه يقصر فيه يطول، فينا نحط بيريك من بسهوله بنغير بالشعر.
هلا اكيد ملفت الواحد يغير بشعره. هلا في اشخاص، في عندك نساء يمكن هيك من نهار لتاني بحبوا يغيروا، بيكونوا مرئين يمكن بظرف معين بحياتهم، بمرحله انتقاليه مثلا، تغيير من مكان كانوا فيه لمكان اخر بحياتهم، بسيره حياتهم، ممكن يحسوا انه بحاجه لهالتغيير. وعندك اشخاص بحبوا التغيير المستمر. هلا المستمر غير هالمرحله اللي بتصير. هل هي حاله مرضيه التغيير المستمر؟ مش حاله مرضيه، بس هي اكثر من، فينا نحكي عن تفتيش عن هويه معينه. الواحد كان عم بفتش على حاله اكثر، على هويه. مرات فينا نحكي حتى بحالات معينه عن مثل ركاكه يمكن بهويته للشخص، وقت يصير في دائما هالتغيير باستمرار. بس احيانا تكون الموضه، يعني انه بيتبعوا الموضه، والموضه دائما متغيره. التغيير حسب الموضه شيء، والتغيير الملفت كثير حسب الموضه شيء ثاني. الاختلاف او التميز، هل هو السبب الاساسي اللي بخليكي تحاولي تظهري بصوره مختلفه؟ من ميل ايه، بحب اكون غير عن العالم. من ميل بحب، يعني لما تكون انت غير عن العالم صدقي صوتك بيوصل بطريقه اسرع. وانا بالنهايه بشتغل على تلفزيون، يعني عندي مقابلات، عندي وفي كثير بنات بيمثلوا، يعني قدرت اخذ زاويه لإلي لحالي، اخلاقها لإلي لحالي، ما اخذت زاويه حدا. عملت مثل زاويه وهي صغيره ماشي، يعني بلون شعر، مش انه طلعت عملت شيء خضيت هالبلد فيه، ولا عملت شيء مؤذي لسمح الله، ايه الفضيحه العظيمه عن نفسي، ولا طلعت كذبه على حالي، لا اخذت شويه اتنشن. يعني بالنهايه بشغلنا كل وحده بدها تاخذ شويه اضواء لإلها تتقدر تقول كلمه توصل. يظهر لي أنه جوزيان هي في مكانها المناسب، واللي تقوم به يعني مسموح لأنها فنانة تحب الصراعات وتحب التغيير. لكن لو ما كانتش جوزيان فنانة، يعني ناخذ إنسانة عادية وتعمل في اللي تعمل فيه جوزيان، هل هذا أولا مقبول من الشارع، مقبول بالنسبة يعني منها لحالها، أم يعتبر حالة مرضية؟ يعني يكون حقها هذا الشيء أم لا؟ هلا ما فينا نحكي عن حق، اذا حقها بالنهايه الواحد حر طبعا يعمل البديه. هلا جوزيان لقت هويتها بهالطريقه، موظفه بنك مثلا، موظفه بنك ما اعتقد حيعطوها الحق هذا. اكيد يعني ايش يعني اكيد بمجال الفن مش ملفت قد ما حدا هيك، يعني ما يعني هون حكينا عن تفتيش هويه، انه جوزيان لقت هالشيء بمكان بهالزاويه اللي حكيت عنها، ولقت هويتها البنت اللي شعرها هي وسيله بالنسبه لجوزياني، وسيله للشخص العادي اكيد هذا الشيء ملفت. واكيد نسال حالنا اسئله، ما في جواب، ما فينا نقول انه هذا شخص لانه هيك معناتها في عنده هالاضطراب، بس اكيد بكون عم بفتش على حاله بهالوسيله هي. رومي، قصدك انه الرساله اللي انت بتتلقيها كمحلله او معالجه نفسيه هي ليست واحده حسب على الصرعات؟ مزبوط. لكن الدراسات رامي تقول انه المراه اللي تلجا لمحل حلاقه بشكل يعني متكرر، وتقوم بصرعات غريبه ومتكرره ايضا في شعرها، بالاكيد 90% يمكن يكون عندها مشكل او اضطرابات او كآبه او مشاكل زوجيه او اسريه. هذا صحيح طبعا ولا لا؟ اكيد، يعني مثل ما قلت ممكن تكون مرأة بمرحله انتقاليه، تكون مرحله ايجابيه او مرحله سلبيه بحياتها، ممكن عاطفيه تكون عاطفيه. اكيد عاطفيه، مثلا بحكي عن مراحل اكثر عاطفيه من اشياء محدده، ممكن تكون مرأة بهالمرحله الانتقاليه وتقطعها لهالفتره، ممكن تضلها باستمرار عم تفتش على حالها. وهون يمكن بنفكر اكثر بمتابعه نفسيه لهالنوع من النساء. بس الشخصيه في حد ذاتها ما تكون تتمتع بجراه اللي بتواكب الصراعات بهالطريقه؟ في جراه بتبين بتظهر، بس من جوا بالداخل في يمكن اكثر ركاكه، يعني بتدل عن بالعكس عن شيء يمكن بحاجه اكثر مساعدة. قبل ما نختم، جوزيان ردت فعل الأهل هل تخضوا ولا فرحوا ولا عادي؟ هذه هي جوزيان. لا أنا من زمان كتير بغير بشعري. أوكي. معودين يعني. لا يعني من زمان بغير بشعري مش كرمال ولا أي سبب إن كان. أنا معروفة شخصيتي قوية من أنا وصغيرة، بس أنا بحب، عندي غرام بالتغيير.
هلا صحيح انه كل ما يكون عندي مشكله معينه اول اتجاه عندي هو الكوافر. بقول له ما تغير لي شعري بشكل حدا يطلع فيه يقول لي شو مغير فيك، بقول له غير بدي حدا يطلع فيه يقول لي واو شو حلوين شعراتك. بقى هي هيك كانت يعني. هلا بعدين صارت قصه شغل، بس هي بالاول انا اصلا بحب التغيير، بي بيكره كثير. ما قطعت فتره، بتذكر مره قصيت شعراتي انا وصغيره ما عاد حكي معي على شهرين. الماما لا، الماما بتحب كثير، وعلى طول ماما بتحب التغيير وبتشجعني على طول اعمل وغير. وذول يعني. المهم مش فقط التغيير جوزيان، انه يكون التغيير لبقلك وهو لبقلك فعلا وحلو برشا. شكرا على حضورك معنا ممثلتنا اللبنانيه جوزيان زير، وايضا المعالجه النفسيه رامي عساف. شكرا على حضوركم. ومشاهدينا ننتقلوا توا الى فاصل، وبعده صحتهن نتحدث خلالها عن الحاله النفسيه والجسديه للمراه قبل العاده الشهريه. نعم، ملايين النساء حول العالم تعاني من عوارض مرضية مصاحبة لبدء الطمث، ونساء المكتئبات هن الأكثر تضررا. وقفة قصيرة ونعود. الطمث هو موعد الدورة الشهرية للمرأة، وهي الحالة التي تعاني فيها بصمت من الآلام النفسية أو عضوية. ورغم كل ذلك، كل من حولها يطالبها بنفس الأداء والعطاء دون النظر لمعاناتها، وهي في وقت تكون أحوج ما فيه للدعم والمساندة، وأن يقف إلى جوارها أقرب الناس إليها كي يتفهمون وضعها النفسي والجسدي. تقرير ونتابع. تعاني ملايين النساء حول العالم من أعراض نفسية مصاحبة للدورة الشهرية، وقد كشفت البحوث الطبية عن وجود أكثر من 150 نوعاً من الأعراض المرضية، تبدأ من الأوجاع الجسدية إلى الإرهاق العصبي. هذه الأعراض تبدأ في الغالب قبل بداية الطمث بفترة زمنية متفاوتة، غير أنها تتراجع عند بدايته. أما الولع بالسكريات وزيادة الأكل والبكاء، فتلك اضطرابات سلوكية تعاني منها تقريباً كل امرأة. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا، المحللة النفسية رنا صياح والطبيب الاستشاري النسائي فريد بدران. أهلا وسهلا بكم. دكتور فريد، خلينا نبدأ معاك، وكان تعطينا أبرز العوامل الفيزيولوجية اللي تعاني منها المرأة قبل الطمث وأثناءه أيضاً. هون سمعنا انه في 250 عارض، دونك ما في مجال اليوم نعدهم، بس اللي اكثر شيء ظاهرين واكثر شيء بيلفتوا النظر عند المراه بنفسها وعند المجتمع حواليها هن التغيرات بالمزاج تبعها، والاوجاع او العوارض الجسديه اللي هي بتحس فيها. العوارض الجسديه هي اول شيء اوجاع بالثدي بالصدر، اوجاع بالبطن، نفخه بطن، المي بجسمها كله يبقى معبى، ممكن كمان يصير عندها عوارض نفسية كتير قوية من المود سوينج اللي هو شوية تغير بالمزاج، يعني بتبقى شوية موترة ومعصبة للديبريشن، لا يعني عوارض نفسية كتير قوية بتروح أوقات ل يعني أفكار حتى انتحارية. العوارض بتكون من خفيفة شوية وجع صدر وبطن ل يعني الانهيار العصبي القوي حسب اكيد الارضيه النفسيه تبع كل مره، بس اكيد انه في تغيرات هرمونيه. نعم. بالموضوع. نعم، اذا تحدث لنا الدكتور عن الاكتئاب والمشاكل النفسيه المصاحبه قد تصل للانتحار، وتحدث عن الارضيه. ماذا يقصد بالارضيه هنا؟ يعني هل هي فيها عندها استعداد بالاساس المراه مثل يعني نحن بنقول ارضيه نفسيه يعني بنيه الشخصيه حقيقه، يعني اساسا هي شخصيه بيكون عندها مشكله حقيقيه بعلاقتها مع الطمث، بعلاقتها مع الدوره الشهريه، بيبدا هذا الشيء يظهر من اول طمث بيجي للبنت، وهذا نحن بنرجع عاده لمدى قبولها لانوثه البنت او المراه، يعني قديش تقدر تتحمل فكرة إنه هي أنثى رح كل شهر يجيها طمث، بعده في معناتها في حمل، قديش هذا كمان له علاقة بصورتها عن جسمها، بالعلاقة مع الأم بتشبهها أو ما بتشبهها، هي بعتقد اللي بيقصد فيها الدكتور موضوع البنية النفسية، خليني أقول. نعم. اللي هي بتساعد على إنه يظهر عندها هي الأعراض.
وبتختلف طبعا بين حاده وبين خفيفه وبين محموله وبين لا كثير حاده. لكن دكتور فريد هوني نتسائل، هل الوجع المتكرر تقريبا كل شهر اللي يعني تتعذب منه وتتألم منه المرأة، هل له علاج ولا هو عادي طبيعي لازم نصبر ونتحملوه؟ الأعراض إذا كانت خفيفة لا بيتعودوا عليها، ولما نسأل نحن السؤال اللي عم تسأليه هل هالعوارض محمولة أو بدك تروحي مثلا يمكن تترك الشغل تاخذ نهار تعطيل او يمكن بالبيت تنام كله بيتوقع او تاخذ ادويه للمسكنات المسكنات. هلا العلاج بده يكون متناسب مع اللي هي بتحسه. اذا الاعراض صغيره يعني 3 ايام قبل الميعاد في شويه وجع صدر وبطن وشويه مزاج هيك تبقى بكوي صغيره، وبعدين 3 ايام من بعد هالشيء لما يصير ترم الدوره بيختفي، هيدا ما بيتوجب علاج لانه عاده بيتعودوا. بس لما يكون الاوجاع كثير قويه بتبلش قبل ب 10 ايام او 15 يوم من الدوره ويصير وجع يعني الجسدي قوي، وبصير بعدين الامراض مش الامراض ما بسميها امراض، العوارض النفسيه كثير قويه، لا هون بيتوجب علاج. العلاج هون اذا بدك في علاج كلاسيكي اللي هو بيقول هالشيء هيدا ناتج عن عدم توازن بالهرمونات، يعني بين البروجستيرون والاستروجين اللي بيفرزهم المبيض بكل شهر بكل دوره، هل عدم التوازن بيولد هالامور هيدي. نحن ما علينا غير نعطي الهرمون اللي ناقصه اللي هي البروجستيرون ولازم يمشي الحال. هيدا هالعلاج او هالرؤيه المبسطه للامور ممكن تعطي نتيجه باغلب الاحيان، انما في احيان ثانيه ما بتعطي نتيجه، وهون بدها مثل ما قالت دكتور رنا بدها مقاربة شوية خصوصية وبدها علاج خصوصي. يعني في ممكن العلاج يكون مش بس هرموني، ممكن يكون علاج نفسي من الأدوية للعلاج النفسي. احنا كل العلاج اللي نعرفه هي المسكنات. يعني أول مرة أعرف إنه في علاج هرموني للمرأة. في علاج هرموني المسكنات هن الأنتي إنفلاماتوري أو المسكنات ضد الأوجاع العادية. بعدين مؤخرا او مش مؤخرا يعني صاروا يقولوا كل شيء بياثر على الدماغ، لانه الهرمونات لما يصير في عدم توازن فيها هرمونات المبايض يعني ممكن في علاقه عضويه بين هرمون المبيض وبين الهرمونات اللي بالدماغ اللي هن الدوبرجين والدوبامين والسيروتونين والنور ادرينالين، هول ممكن يتاثروا بكل عدم توازن بالهرمونات النسائيه. صاروا يقولوا ليش ما بنعطي لكن اشياء ممكن تاثر دغري على هرمونات الدماغ، وصاروا يعطوا علاجات من هالنوع ببين انه في نتائج منها. هلا هون كل شيء بيتعلق بالتشخيص، في منهم ما عندهم عوارض الطمس ناتجين عن عدم توازن، عندهم عوارض ناتجه عن غير امراض، وهون اذا ما صار في تشخيص مزبوط شو ما عملنا ما رح يمشي الحال. يعني إذا ما شخصنا السبب يلي ممكن يكون مثلا مشاكل بالغدة الدرقية، ممكن يكون مشاكل بالهرمون الحليب يلي هي ممكن تعلى بالجسم برات فترة الحبل حمل ورضاعة، بتعلى هرمون الحليب اسمه برولاكتين وبتأثر على كل هالأمور. ممكن يكون عندها مشاكل بغير أنواع هرمونات يعني غير غدد، إذا ما شخصنا هالشي وعالجناه بحد ذاته عبس الأدوية أو الوجع أو whatever. الحالات النفسية سيدة رنا صياح اللي تمر بها المرأة أثناء فترة الطمس ممكن أنها تأثر على أسرتها وعلى علاقتها بزوجها، هوني كيف يجب أن يتصرف الزوج أو الأسرة مع المرأة في هالفترة هذه؟ هلا طالما هي ما انا قادره تتحمل هذا الالم كله وهذا لانه حتى هي ما عم تفهم شو عم يصير بجسمها حقيقه، ما عم تعرف هالاضطراب الهرموني هو نفسه، لكن هو يفهم. ودليل على هذا انه اكثر الازواج اليوم وقت يشوف مرته عصبيه يقولها شنو عندك بيريود حقيقه يعني حتى بتحاشوا احيانا يقربوا على المراه بطلباتهم او بمناقشه امور العائله اذا كانت هي خلال فتره الطمس. بس هي المرأة مطلوب منها حقيقة قبل الرجل انه هي تحكي، هي تطلب، هي تقول انه انا في شيء عم يصير عندي ما عم بفهم وعم بكون اكثر حساسية، عم بكون اكثر عصبية، عندي قلق، عندي توتر، تطلب حقيقة انه ساعدوني، حلوا عني مثلا، يعني بعدوا شوي عني او خففوا عني
بعتقد انه الكلام هو بيوصل، يعني الطلب بيلاقي صدى اذا كان حقيقي وواضح. والرجل حتما لازم يدعم، يعني لازم يفهموا، مش بس الرجل، الاهل بالمدرسه بالشغل الاولاد يفهموا انه هون في شيء مزاجي ما نو مسيطر عليه وبيمرق. بس الحل مو بس بالدعم، الحل بانه هي فعلا تشوف شو اسباب هذا الوجع، يعني بالعمق شو الاضطرابات اللي عم تصير، ليش عند مره بتصير كثير قويه عند مره صحيح. ما هو عم يصير هالتغير الهرموني بكل عند كل النسوان بهي الفتره، ليش بعض النساء بتنوجع وبتعصب وبتنرفز تنجن وبتقلق، وليش البعض الاخر لا بتمرق ما بيحسوا فيها؟ نعم، في قراءه تقول انه السبب قلق المراه قبل فتره الطمس او الطمث هو خوفها من الحمل. من الحمل ما مدى صحتها هذه؟ ممكن جدا، ايه، لانه بتكون مثل وكانه هي بحاله ترقب، يعني بتكون فعلا هي بحاله توتر من انه في حمل او لا. اجت الدوره كتر خير الله ما في حمل، في حمل معناتها رح تقطع، او العكس اذا كانت تبغى تحمل، او العكس اذا بدها تحمل فبيكون كثير منيح. بس هون بدي ارجع اقول انه هذا له علاقه بالنهايه بصوره جسمها، قديش هي قبلانه انوثتها، الأنثى بدها تيجيها طمس، عندها رحم بده يحمل، إذا قديش بتقبل كل هاي الأشياء. ويمكن بيشاركني الدكتور بالرأي بأنه في نساء فعلا خلال الحمل تطلع عندهم كتير أعراض كمان مزعجة، وهذا كمان فينا نرده للمشاكل اللي مرتبطة بجسدهم وبأنوثتهم. طيب دكتور، نحب نرجع لك عن حكاية المسكنات. كثيرا ما يشاع أنه الاستعمال المتكرر للمسكنات طول فترة الطمث وحتى قبلها ونفس المسكن يؤدي أحيانا لعواقب سيئة منها العقم لدى المرأة، ما مدى الصحة؟ لا، العقم ما له علاقة بالمسكنات اللي ممكن تاخذها المرأة مشان عوارض قبل الطمس، هي لا، هذا شيء غلط ابدا، مش مزبوط. انما انا بحب هون اقول شغله، انه من بين يعني كمان شوي تاكد على اللي عم تقوله لنا، نحن من اهم يعني اهم علاجات الاوجاع هي حبوب منع الحمل. لما توقفي الإباضة بيوقفوا الاوجاع. هل يا ترى في يعني العلاج له يعني له افكت على الهرمونات بس، او له افكت كمان على النفسيه، انه ارتحنا ما في حبل هالشهر، ما بدنا نحبل، ما في وجع؟ بس بيقال ايضا انه حبوب منع الحمل يعني هي تسبب، يعني تجعل المراه عرضه اكثر للاكتئاب للاكتئاب او للاوجاع والتغير الفسيولوجي هذا. لا، لما يكون سبب الاوجاع هو عدم توازن الهرمونات، حبوب منع الحمل بتقريبا 95% من الحالات بتكون متوازنه لجسمها وما بقعد عندها اوجاع، وما بتقعد تحس عوارض اللي بتحسها طبيعيا، يعني ما بقعد في عندها نفخه صدر وبطن واشياء بالمزاج واوجاع واشياء من هالنوع. لكن نعطي حبوب منع الحمل حتى للفتاه اللي مش متزوجه، يعني البنت اللي عمرها 16 و17 اكيد. بس هلا برجع اقول هلا نحن يعني ما في وقت كثير، ما في وقت كثير نحكي بالموضوع، بس موضوع منه بسيط قد ما الناس بتفتكر، موضوع شائك شوي، وفي عده مقاربات للعلاجات وعده مقاربات لتفهم الامور. بس انه علاج من العلاجات المهمه هي او تعطيها هرمون بروجستيرون اللي هي ناقصتها عاده، او فرد مره حبوب منع حمل حتى للفتيات الغير متزوجات بعمر 15 16 17 سنه، ليش لا؟ شو اللي بيمنع؟ نعم، لدينا غضب، توتر، مشاكل، يعني بحسب خبرتك هل المشاكل هذه سبب من اسبابها انه المراه اساسا عندها اكتئاب، ولا الدوره الشهريه او الهرمونات التغير الهرموني هو بالاساس السبب؟ هلا انا بقول رايي، بما انه سالتيني عن رايي واللي من خلال فعلا الشيء العيادي اللي بنشتغله وبيمرق علينا، هو انه اللي عندهم قلق، خليني اقول قلق بدايه، هن قلقين من فكره الدوره، هن اللي عندهم هي الاضطرابات اكثر. من فكره الدوره مش من اشياء اخرى؟ من الدوره، ومثل ما قلت من جسمهم، من العلاقه مع جسمهم، من علاقتها مع انوثتها. هي بالاساس عندها مشكله نفسيه، سواء قلق سواء اكتئاب اذا ردتي، لكن بصير كل التركيز وقت الدوره على هذا الالم، يعني الالم بصير دبل مضاعف. كيف يعني علاقتها مع انوثتها او مع جسمها؟ لانه ايش الاشكاليه تكون؟ هي اللي بتجيها الدوره، هي اللي عندها مثل ما قلت الرحم. نعم. فهي بقدر ما بتقبل جسمها وانوثتها وهذا يعني المكان. تكون عندها رفض لجسمها؟ تمام، بيكون عندها رفض لانوثتها
لانه مقترن الانثى بدها تجيها دوره تكره حالها، فهذا اول دلاله لرفضها لانوثتها. بس في شيء كمان ابعد فعلا مثل ما قال الدكتور، موضوع شائك، لانه في شيء له علاقه بالام بدها تشبه امها، في شيء له علاقه بمجتمع كيف القرف، في اشياء مثلا حتى من الاساطير ريحه الدم، نعم. فكره هالسائل نعم. اللي عم تطلع من الجسم، كثير في خيالات حول الدوره حقيقه، يمكن تحرض هي بحد ذاتها الافكار الاكتئابيه. لكن هل صحيح انه المراه تكتئب وتتازم نفسيا لدرجه انها توصل للانتحار؟ ممكن اذا كانت هي شخصيه اكتئابيه حديه، خلينا نقول يعني عندها هذا الميل للانتحار، عندها الاستعداد هون الارضيه النفسيه نرجع ولا لازم تمام. تكون تماما يعني هي بالاساس بتكون شخصيه اكتئابيه، وخليني اقول حديه يعني اللي نحن شوي قريبين بيكونوا على حدود بتبالغ يعني بالضخم، ايه بيكون ممكن جدا انها تنتحر، بس مو بسبب الدوره، بسبب انها هي عندها هذا بالاساس شخصيه اكتئابيه نفسيه. دكتور بالنسبه الى التوعيه هنا، هل برايك المجتمع لا يزال واعي؟ واحنا ما نبغى نحكم على لبنان فقط، يعني بشكل عام المجتمع العربي برايك واعي الى ضروره الثقافه الجنسيه وتلقي الفتاه والسيده مثل هالمعلومات من سن مبكر؟ يعني اذا لو سالتيني هالسؤال من شهرين كنت قلت لك ما بتصور، بس هلا مثل ما عم شوف انه هالانترنت والفيسبوك عمل اللي عمله بالمجتمع العربي كله، انا بتصور صار في طلب للتوعيه، وبعتقد صار في توعيه ذاتيه، يعني الشباب ما بقى ناطرين حدا يجي يشرح لهم، عم يحكوا سوا، بتصور على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى الام اس ان واللي بدك اياه، وكل هالتواصل اكيد في منه كمينة بتصور في منه شويه سؤال عن هالمواضيع واخذ بالاراء اللي ممكن تفيدهم. بس هذا برضه سلاح ذو حدين، يعني انا قبل شوي سالتك عن الدراسه انه الرجل يقال حسب ما قرانا في الانترنت انه بمر بمثل هالعوارض. انت سالتيني قريتي شيء عن الانترنت؟ نعم، يعني ممكن الانترنت يعطي توعيه خاطئه ايضا. ايه بس انا لما تسال صديقتها عن الانترنت ممكن هالشيء ما كان فيها تسالها لما تكون مع واحدة تعرفها أو محيطها، يعني بعتقد أنه يسأل أنه بنت لبنانية تسأل صديقتها التونسية مثلا على الإنترنت أهين من أنه تجي تتوجه لناس بالمدرسة أو ما بدها تحكي معهم وجها لوجه. وصلت الفكرة، شكرا دكتور فريد بدران استشاري النسائي من لبنان، أيضا أشكرك جزيل الشكر المحلل النفسية رنا صياح لوجودك معنا اليوم، أثريت معلوماتنا حقيقة. وبعد الفاصل مشاهدينا معنا فقرة سياستهن، ستكون عن الحقوق السياسية للمرأة القطرية، والمرأة القطرية بثينة تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا بارزا، لكن دورها ما زال خجولا في المجال السياسي وفيما يتعلق بصنع القرار. فاصل ونواصل. مرحبا مشاهدينا، عدنا لكم، وفي هذه الفقرة سياستهن، تستعد قطر لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة في نيسان أي إبريل، في ظل مشاركة متواضعة للمرأة ترشيحا بعد أن كانت مشاركتها خجولة في الدورات الثلاث السابقة. وإحجام المرأة القطرية هذا عن ترشيح نفسها خير دليل على تعثيها في مجال السياسة وصنع القرار، على الرغم من تقدم واضح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. تقرير ونتابع. تلعب المرأة القطرية دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدها، إلا أن مشاركتها في المجال السياسي تبقى حتى هذا اليوم محدودة جدا. فللمرة الرابعة تقدم المرأة القطرية على دخول معركة انتخابات المجلس البلدي في دورة نيسان أبريل لعام 2011. وقد اقتصرت مشاركة القطريات في الدورات الثلاث الأخيرة لانتخابات المجلس البلدي على عدد قليل من النساء، ففي دورة عام 1999 ست سيدات شاركنا دون أي فوز يذكر، أما الدورتان الأخيرتان لعامي 2003 و2007 فحققتا فوزاً لامرأة واحدة هي شيخة الجفيري. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة لا تزال المرأة القطرية تأمل بإقرار نظام يحمي حقوقها السياسية.
حول هذا الموضوع الهام والحيوي للمرأة القطرية نرحب بضيفتنا موزة المالكي الناشطة السياسية وأيضا المعالجة النفسية. مرحبا بك. حياة الله حبيبتي. طبعا للتنويه مشاهدينا، نحن نقوم بتصوير هذه الحلقة مع بدء بداية الترشيح أو فتح باب الترشيح في قطر، صحيح؟ صحيح. وقد تبث بعد إغلاق باب الترشيح يوم أو يومين. نعم. نبدأ معك، يعني وضع المرأة القطرية في الترشيح والانتخابات، لا نجد سوى سيدة واحدة دخلت على المجلس البلدي في الدورتين الماضيتين، ويعني لا نعرف هل نتوقع يعني شيء إيجابي أكثر أو مشاركة أكبر للمرأة القطرية خلال الفترة الاقتراعية هذا؟ والله في الحقيقة هو فتح باب ترشيح بالأمس وسيستمر إلى 10 مارس. أنا أتوقع من خلال قراءاتي ومن خلال يعني ما أيضا ذكر في الصحف أن هناك 4 أو 5 سيدات يرغبن بالترشيح. طلبنا طبعا في الفترة الأخيرة، وأنا كتبت الكثير من المقالات. يرغبنا كيف؟ أعلنوا في الجرائد؟ أعلنوا، أنا واحدة منهم. حقيقة أنا أحجمت عن الترشيح نفسي في الدورات السابقة، مع أن في سنة 99 كنا 6، مع أن كانت التجربة الأولى، ومثل ما الكل يعرف كانت التجربة الأولى في دول الخليج الخمس، وكانت يعني زي ما يقولون بيف دوي، يعني فتحت الطريق، مهدت الطريق لدول الخليج كلها للانتخابات، وكانت جرأة يعني من السيدات ان احنا نتقدم. ولكن طالبنا ب يعني اشياء تساعد المرأة على الاقل لخوض هذه التجربة لتشجع المرأة، لان مجتمعاتنا الخليجية مجتمعات نسيج واحد معروف، هناك عوائق اجتماعية اقتصادية قبلية ونفسية أيضا. المرأة لن تتشجع إلا إذا حست أنها هي ستبذل جهد، ستضيع وقتها ستقتصر من منزلها، من أولادها، لذلك تحتاج إلى إحساس بالأمان، هي ستبذل كل هذه. لكن المرأة القطرية نجحت في المجال الاقتصادي ونجحت في المجال الاجتماعي جداً. لماذا هذا الحضور الخجول في المجال السياسي رغم أنه القوانين والتشريعات أعطت للمرأة القطرية حقوقها؟ التشريع شيء، وأن أنا أقدم على تجربة أنا متأكدة 100% من فشلها. لماذا؟ ليش؟ يعني عندما نتساءل لماذا، هناك 3 نقاط ركزت عليها، ومن قرأ يعني اتصلوا فيني لهذا البرنامج على فكرة بعدها قرأوا مقالاتي الأخيرة في هذا الموضوع. تكلمت عن 3 نقاط ستسهل للمرأة، وفي تجارب سابقة ليس فقط في الوطن العربي ولا في الخليج ولا في العالم كله. إيش 3 نقاط عزيزتي؟ أهم نقطة تقليص الدوائر الانتخابية، وهي عندنا تجربة واضحة جدا في الكويت، لم تنجح المرأة في الانتخابات إلا بعد أن قلصت دوائر من 40 دائرة إلى 5 دوائر. إذا أنت هنا تستفيدين من التجربة الخليجية المجاورة جداً الكويتية. جداً. نعم. وأنا قلت هذا في كنت على الهواء مباشرة يوم انتخاب الانتخابات الكويتية. نعم. يعني كنت أنا والأستاذ سامي البدر، وهذا سيذكر في مقالتي اليوم غد، في تكلمت على البرنامج أيضاً، يعني تنبأت على الهواء قلت ستفوز يعني مو أقل من 4 سيدات. طيب هذا العامل الأول. العامل الثاني؟ العامل الثاني الكوتة النسائية، وهذا حل في ناس يعتبرونه هذا أنت اقترحتي حل سلبي، اقترحته واقترحه من بداية الانتخابات، ينظرون إليه أنه حل سلبي، بالعكس هذا تمييز إيجابي، تمييز إيجابي مؤقت، دورة أولى ثانية ثالثة إلى أن تأخذ المرأة وضعها المفروض تأخذها في المجالس البرلمانية، مجالس الشورى، المجالس البلدية، كحل مؤقت، وهو كما قلت تمييز إيجابي للمرأة وليس تمييز سلبي. الحل الثالث القائمة النسبية، أن تحدد للمرأة نسبة 20% 30% كل دولة حسب ظروفها في المجالس، وهذا أنا الذي أطرحه الآن، لأن الآن الوقت قد يقول اليوم متأخر. 2 مارس وراح يبدأ يعني تقريبا الانتخابات في أبريل، يعني يمكن نهاية مارس أو أبريل لم يحدد بعد، ولكن إحنا يعني ممكن ما شاء الله تجرى يعني تعديلات خلال هذه الفترة. إحنا برأيك عندنا الدولة قوانينها مرنة وكلها يعني بيد السلطة، وأعتقد يعني أن أميرنا الشيخ حمد بن خليفة عنده السلطة، وهو يعني أنا أعتقد قائد مرن يستطيع أن
فات الأوان على تقليص الدوائر. يعني نستبشر خيرا ونوجه دعوة من خلال هذا البرنامج، نأمل أن الكوتة النسائية على الأقل تفعل وتساعد يعني على تمكين المرأة. أنا أعتقد تقليص الدوائر فات أوانه. الكوتة أيضا يعني قد تكون صعبة شوية، ولكن يمكن ليش لا لو أمر الأمير، لأن طبعاً حتى المجلس البلدي يعني جانا بين يوم وليلة لدرجة أن أطلقوا عليه منحة من الأمير. مع أنها حقوقنا، بس أنا زعلت بشكل مفاجئ، ما أحبها كلمة منحة لأن هذا حقنا صحيح. يعني المفروض لا يكون منحة، وهذا يعني قد يزعلون مني من هالكلمة، ولكن هذه حقوق الإنسان في بلده. من حقنا نكون عندنا مجالس برلمانية، من حقنا نكون عندنا. وتأخر مجلس البرلمان، تأخر مجلس الشورى المنتظر، ننتظر احنا من 2007 إلى الآن لم يقار. أنا صراحة لم أرشح نفسي في المجالس البلدية الثلاث دورات لأني أنتظر كلام البرلمان. في 2011 راح يقار. والله ننتظر من 2007 إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن أنا أملي في القائمة النسبية، أن يعني يأتي أمر من الأمير، نسموه الأمير، وأنه يكون قائم مثلا على الأقل في الدوائر الكبيرة اللي فيها كثافة سكانية. وعلى فكرة هذه النقاط الثلاثة ميزتها أنها فيها عدل ومساواة للمرأة، تقضي على مشكلة القبلية، مشكلة التسلط الذكوري. لأن الرجل يعني احنا شفنا في انت دائما تجيبي على فكره سور المقاطعه، دائما تجيبين طاري العادات والتقاليد، تقصدين فيها هذه النظره الذكوريه طبعا هي التحقيق. انت لاحظتي في الانتخابات حبيبتي يعني بنظره بسيطه، الرجل يحط الخيمه الكبيره ويقعد 24 ساعه والرجال حواليه، المراه هل تستطيع عمل هذا في بلدنا مثل الدول الاخرى؟ ما تقدر. وبعدين لكن والله سيدة موزة ما نحطش اللوم الكل على الرجل، لأنه المرأة أحيانا زادة مسؤولة، خاصة وقت اللي نسمع أنه المرأة لم ترشح المرأة وإنما تنتخب الرجل ولا تنتخب المرأة. هذه سويناها وصدقناها معليش أوكي، ولكن يظل هذا أيضا ناتج عن فكرة المجتمع القبلي، لأن المرأة إنما يرشح ابن عمها بترشح ابن عمها. لكن كأن المرأة مقتنعة هي نفسها أنه المرأة لا تصلح لمواقع قرارات. ترسبات عمر حبيبتي. هذا عمر ترسب عندها أن أنا ولد عمي لازم أرشحه. بعدين انظري إلى الدوائر. انظري إلى الدوائر. إحنا عندنا دائرة 2000 وشيء، دائرة 1000 وشيء، ودائرة 100 وشيء. يعني المرأة لا تثق بنفسها أو بقدرتها على القيادة؟ نو. هذه فكرة إحنا خلقناها وصدقناها. المرأة تثق بنفسها، المرأة تثق بقدراتها. وشيخ الجفيري ما شاء الله عليها من أنشط الأعضاء. إذن لما ترشح ابن عمها وليس بنت عمها؟ وهذه تكررت في الكويت على ما في بنت عم، ما في بنت عم غريبة اللي ترشح، لأن الدائرة فيها ولد عمها ما في بنت عمها. لأن إذا ترشح ولد العم بنت العم تنسحب، وهي حصل في الكويت بدون ذكر أسماء. كان بنت عم وولد عم رشح، يعني هي انسحبت حق ولد عمها. يعني أنا أقول لك اللي يصير إن القبيلة ترشح الرجل. عندنا إحنا بعض الدوائر 90% أو أكثر من قبيلة واحدة، دوائر صغيرة، وأحيانا يكون المرشح معروف سلفا من بيفوز. يعني هي مسألة مجتمعات فتية إلى الآن سياسيا تقصدين؟ يس سياسيا، حتى نشأتها يعني كم عمرنا احنا في العمر الزمني حضارتنا يعني لا مجتمعات عريقة، الخليجية من أقدم العصور. لكن لا حبيبتي مجتمعات فتية جدا، دولنا دول فتية. لا كيف كدولة ممكن، بس كمجتمع أنا أتكلم من زمان الهند وحضارات دلمون وما بعرف إيش، يعني من زمان في عندنا الدساتير دستورنا سنة كدولة كنظام دولة. نعم احنا الى كنظام سياسي، احنا كمدارس والعلم مدارسنا اول مدرسه للبنات 1955 الله يهديك يعني نعم. يعني لا احنا كدوله كنظام تقصدين كسياسه، كمدارس كتعليم مجتمعات فتيه جدا.
نحتاج إلى تراكمات من السنين لكي نبني هذا الفكر، لكي يكون عندنا فكر وثقافة دستورية. ونحتاج شجاعة أيضا سيدة موزة، نحتاج شجاعة أيضا. طيب مثلا حضرتك تبارك الله ما شاء الله بهذا الكم وهذه المعلومات والثقافة اللي عندك، وتترددين في ترشيح نفسك؟ أنا ما أتردد لأن أنا ما واثقة بنفسي، بالعكس أنا يعني الحمد لله وصلت لمناصب. لما التردد كبيرة. لما الخوف؟ لما مترددة أن أنا حتى ما يهمني أفوز ولا ما أفوز، خوض التجربة أخذتها من 99 ولم أخذها لكي أحصل على المنصب، لأني عارفة أني في هذا المجتمع معروف من بيفوز في الدائرة، دائرتي كبيرة، أنا في الدائرة الثانية يسمونها دائرة الأوامر كوتيشن يعني. مارك مش يأس، المفروض الإنسان يعمل ويشوف ومع ذلك هالمرة أنا أنتظر البرلمان لأني سأعطي في البرلمان أكثر. نعم. يعني المجلس البلدي مو تخصصي، بعدين أنا مقبلة على فتح مركزي للعلاج هذا اللي كنا نسألك عنه، التأهيل والتدريب هذا مقبلة على فتح المقر. طبعا عندي نشاطات وإيش المركز؟ المركز سيركز على علاج الأطفال وجزء كبير لعلاج، هو مو علاجي أكثر منه اكتشاف قدرات الأطفال. نعم. علاج الأطفال عن طريق اللعب، سأركز على الموهوبين والمتفوقين. جميل. وعلى المعاقين أيضا التوحد، لأن نعم. الطفل التوحدي هذا إلى الآن بالذات عندنا في الخليج وفي قطر لا يفهمون كيفية التعامل مع هذا الطفل. نعم. أنا درست في أمريكا يعني حالات كثيرة. نعم. وطفل هذا لو اكتشفنا عنده موهبة واحدة ممكن يصير عبقري، لأن حتى كلمة التوحد هو متوحد على نفسه، منغلق على نفسه وداخله في إنسان قد يكون شاعر، قد يكون مبدع، قد يكون. برأيك الدخول أو ولوج المرأة القطرية في المشاركة السياسية ممكن يساعد الاحتياجات المجتمعية مثل الحالات اللي ذكرتيها؟ طبعا بالذات في البرلمان، لا قد لا يكون في المجلس البلدي. أنا مشاركتي في المجلس البلدي لإثبات أن المرأة تشارك، أتمنى أن تشارك. هل المعلومة هذه واصلة للمجتمع؟ بيستوعبوها في وعي عند النسوة طبعاً والمجتمع طبعاً الذكوري؟ بس المرأة للأسف المرأة متخوفة من التجربة، ولو عملوا بما طالبنا فيه كان أقنعت أنا نساء كثيرات، لكن للأسف لم يستمعوا لنداءاتي وصرخاتي. يعني في قلة وعي برأيك بقدرة المرأة على التغيير من خلال ولوجها؟ إيش ممكن تضيف المرأة؟ خبريهم الآن من خلال شاشتنا. والله أنا أعتقد المرأة تضيف الكثير، مجرد وجودها يعني من تجربة المرأة الكويتية، مجرد وجود المرأة في البرلمان يلطف الجو. لا ما نبغى فقط تلطيف جو، نبغى يعني بالعكس مشاكل عشان تنحل. هذا أبسط شيء. أنا أتكلم عن أنه قصدك جو صحي شيء. يكون يعني أبسط الأمور. أي. المرأة ممكن تهتم، يعني في رأي أثير أن المرأة لما تدخل البرلمان ستهتم فقط بأمور المرأة، أبدا. يعني إحساس المرأة مثلا بالقضايا هذه تبع الأطفال وتبع المجتمع تكون أقوى عند المرأة برأيك من الذكر؟ طبعا. يزعلون منك الآن إذا سمعوك؟ لا 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 ما يزعلون، أن المرأة تحمل هموم الآخر بطبيعة الحال كأم يعني. وهذا الطفل يهم من؟ هل يهم المرأة بس؟ الطفل يا ناس، هذا الطفل الأم والأب، المجتمع. احنا طبعا نتمنى انه المرأة نفسها، زميلة المرأة في الكفاح، تقتنع بقدرات المرأة على انها قادرة انها تكون موجودة في المجلس البلدي وايضا مجلس الشورى، لما لا طبعا وفي البرلمان. نشكرك سيدة موزة الملكة على حضورك معنا، ونقول ان شاء الله يا ربي نسمع اخبار حلوة عن عدد مرشحاتهم ولما لا منتخبات وفائزات في المجلس البلدي. فاصل بعد مشاهدينا فقرة إضاءات وضيفتنا لمياء العابدين مصممة العباءات الإماراتية. نعم، لمياء امرأة استطاعت نقل ثقافة العباية من دول الخليج إلى الغرب، ابقوا معنا. قد تكون العباءة مرتبطة بذهن الناس بالمرأة الخليجية، إلا أن المصممة الإماراتية لمياء العابدين أخرجتها من نطاقها الجغرافي بحسن تصاميمها وأدخلتها إلى الأذهان والأذواق والأسواق الغربية. نعم، لمياء العابدين ضيفت إضاءات من الإمارات، سنتحدث إليها بعد هذا التقرير. ولعت لمياء العابدين بالأقمشة
والبحث عن التميز منذ طفولتها، فتخصصت صاحبة 33 عاماً في إدارة الأعمال، وخرجت بعدها تبدع بتصميم عباءات خارجة عن المألوف. بديت كان عمري 4 سنوات، عندي صور يعني كنت ألعب بسكارفات الوالدة، كنت أخذ سكارفاتها وألفهم حوالين عمري، فمن النوع اللي كنت وايد أحب أدمج الأقمشة المختلفة. ثاني شيء يمكن لأني كبرت بين جداتي من طرف الوالدة ومن طرف الوالد، اثنيناتهم يعني كانوا شغوفات جدا بالأزياء، اثنيناتهم كانوا يعني عندي جدتي اللي كانت تصمم الملابس الأفلام من أفلام البلاك اند وايت، يعني مثل فساتين شادية وفساتين صباح. غربتها كانت أكبر مدرسة لها، فجمعت لمياء في تنقلها مع زوجها بين العديد من الدول أفكارا ترجمتها في تصاميمها. أنا بما أني عشت خارج دولة الإمارات مدة 8 سنوات، فاغتربت في بلدان مختلفة في قارات نقدر نقول، قابلت شعوب، صار بيننا عيش وملح مثل ما يقولون، انعزمت على حفلاتهم، شفت عاداتهم وتقاليدهم، شفت منتجاتهم اليدوية، شفت هم بشنو يتميزون من كل بلد، لأن كل بلد له ميزة معينة. لمياء جعلت من العباية زياً فريداً، وهي امرأة عربية توصل ثقافة بلدها إلى مختلف أنحاء العالم. لمياء العابدين، رحب فيك ونتشرف تكون ضيفة إضاءات لهذه الحلقة من هنا. شكرا تسلمين، شرف كله لكم. شكرا. يعني شاهدنا إنجازاتك ما شاء الله والنجاحات اللي حققتيها، قد يكون أول سؤال يتبادر للذهن يا ترى كيف كان تشجيع أو دور الأهل في دعم لمياء؟ والله أنا أهلي وايد يعني شجعوني من البداية، من الوالدة إلى زوجي إلى أبنائي الصغار، عندي 3 أولاد إلى أم زوجي، يعني أنا أحب أسميهم ماي تيم، يعني وراء كل عمل أسويه تشجيع دائم. أولادي الصغار أحب أدخلهم بالأتولير يجون يساعدوني، عودتهم يختارون، عودتهم يرسمون، عودتهم يحاولون يعني يجيبون لي الأقمشة ويحاولون يلبقون الألوان مع بعض، يعني كثر ما أقدر أحب أدخلهم في حياتي. يعني حس الرقي هذا موجود في الأسرة من يعني أو الحس هذا تبع يعني الأناقة خلينا نقول؟ تدرين إذا أرجع ورا يعني في جداتي يعني أم أمي وأم أبوي اثنيناتهم شغوفات جدا بالأزياء، يعني أنا كبرت بينهم وأنهم جدا عزيزين على قلبي، يعني أنا كل أي مجموعة أنزلها يعني أول ناس أنتظر منهم يعني ردة فعلهم الأول، أحب أسمع رأيهم هم. جدتي من طرف أمي كانت تصنع هي بروحها الفساتين اللي من الأفلام الأبيض والأسود، فساتين شادية صباح. صحيح. فكانت تسويها فجدا فيها، وكانوا يعني يسألونها دائما يعني وين مسوي لنا وما سوي لنا. على هذا أنا استغرب نجاحك لمياء، يعني العائلة كل فنانة. على الصعيد الشخصي شنو يعني لك أنه تأخذ علامتك التجارية في جاليري لافايت في دبي؟ طبعا شرف لي، والتعامل معهم جدا ممتع وكل يوم في شيء جديد والواحد يتعلم. يعني اللي حلو فيه ان هم اللي اختاروني، فشاف صاحب جاليري لافايت نفسه شاف في عباياتي شيء مختلف خارج عن المألوف شوي مثل ما يقولون، ويناسب بيئة جاليري لافايت، فالتجربة جدا يعني ممتازة، وأنا حين معهم وأحب أسمي عمري يعني كأني من عائلة جاليري لافايت. جميل. لمياء تعرفين ما بعرف ليش بالذات عندنا في الخليج لاحظ لما رجل ينجح ما يسألوها السؤال اللي يوجهوه عادة لامرأة ناجحة خليجية تحديدا، إنه يا ترى إيش قدمت للمجتمع لمجتمعها؟ والله لين الحين أقدر أقول بعدني ما قدمت شيء، لأن الواحد لازم بس يتم يعني يتابع يتابع يقدم يقدم، لأن ما أحس إنه في نهاية ولا في مثل ما تقولون أنا الحين خلاص قدمت. وهالتصاميم الجميلة برأيك مش هي بتسجل باسم؟ شوفي اللي أنا بنت إماراتية، يعني أنا إماراتية، اللي أنا أحاول أسويه أنا قاعد أحاول أوصل العباية إلى الخارج، أوكي، بس بطريقة مختلفة. أنا عباياتي بما أني عشت في بلدان مختلفة، عشت 8 سنوات برا يعني خارج دولة الإمارات، فعشت يعني مثل ما تقولين كليت عيش وملح مع ناس مختلفين، مع عصور شعوب سوري مختلفة،
شفت تراثهم، شفت اخلاقياتهم، شفت طريقهم، يعني مثل ما تقولين طلعت على ثقافات اخرى، ثقافات اخرى. فحاولت ادخل كل، مثل ما تقولين كانت مدرسه لي هالسنين اللي تميت فيها برا، فحاولت ادخل كل هالاكسبيرينس بمجموعاتي، وحاولت اسوي مجموعات اللي تهدف الى شعوب اخرى، يعني تقدر مثل ما يقولون it can attract other people، تجذب شعوب. والنتيجه كانت انك على عتبه الصعود والخروج للعالميه، حتى انه عبئتك اختيرت لتكون الوجه الاعلامي لاطلاق بيرفيوم اوروبي اللي اسمه يمكن اي لاف نيويورك، هكا اي لاف نيويورك. احكي لنا عن النقطه هذه. اي لاف نيويورك هي عباره عن مجموعه عطور تابعه لكريستيان ديفيد، شهير جدا، ومثل ما يقولون هم يقولون the nose behind the perfume، يعني هي الحرمة اللي صنعت العطر نفسه، اسمها أوليفيا جاكوباتي. هذه من أشهر معروفة نعم طبعا. هي من أشهر يعني perfumers in the world، يعني مرأة. اللي حلو كان إن حبوا فكرة جديدة، وكانوا بيطلقون العطر هذا في الشرق الأوسط لأول مرة، واختاروا دبي، واختاروا Queen of Spades علامتي إن تمثل هالعطر. فسوينا مجموعة مع بعض، إن أنا حبيت الباكجينج مالهم، هو عبارة عن عطر أورجانيكس، يعني كيميكال فري، ما في أي درجة من الكيمياء في من أي المواد الكيميائية في العطر هذا. فالحلو كان إن أنا عجبني الباكجينج، كل شيء كان جرين، يعني هم يستخدمون البراون بيبر باجز، يستخدمون كل شيء يعني ضد، يعني ما يسيء إلى البيئة. فحاولت إني أدخل هالتدخيلات بالعباية، فسويت لهم مجموعة عبارة عن 15 قطعة توحي إلى نيويورك، وكيف تقدر العباية تكون شوية لها يعني فيها طابع نيويوركي مع باريسيان، بما أن العطر روحه باريسي، مع عاداتنا وتقاليدنا يعني. هاو ايرونيك يعني دخول العباية معها. المجموعة طلعت يعني جدا جميلة. أنت أيضا صممتي عباءة على شكل بنطال أو شبيهة بالبنطال. نعم، عباءة البنطلون. كيف جات انتقادات؟ شوفي، كيف تقبل شيء جديد دائما الواحد في البداية يمكن ينتقد، لكن يوم بس يعرفون الفكرة وراءها يتقبلونها. العباية البنطلون هي أنا شوفي، أنا أم مسافرة عاملة، انزين سيدة مجتمع، اطلع العزايم، فاحب احط كل هذول النساء في بالي وانا قاعده اصمم. احب مجموعاتي تكون فيها يعني شيء لكل هذه النساء. فعبايه البنطلون تنفع جدا للام اللي تطلع برا مع اطفالها، يعني جدا عبايه عمليه، عبايه عملية تنفع للسفر، اوكي. يعني في حكمه وراء كل ديزاين اسويه، في قصه، في شيء، يعني انا قاعده اسوي هالعبايه لغرض معين، لوقت معين، عرفتي شلون؟ فهالعبايه جت مناسبه جدا لهذه، يعني هذه الطريقه اللي انا فكرت فيها يوم سويت العبايه البنطلون. لم يقلع بدينا ان شاء الله يا ربي مزيد من التالق ومن النجاح، ان شاء الله نسمع عليك اخبار احلى واكبر وانجح من هكا. هكا يا مشاهدينا وصلنا نهايه حلقتنا، هن @الحره.com هو طريقكم للاتصال والتواصل معنا، الى جانب العنوان او صفحه الفيسبوك هن. فما بقى لي لنقول لكم تصبحون على محبه.